طبعا نكمل حل السؤال، لأن البرنامج ما يأخذ أكثر من 5 دقائق، ولهذا إحنا راح بنجزئ المحاضرات. بعد ما أخذ الأكس عامل المشترك، أجي الآن فصل المتغيرات دي واي على دي إكس 2 ناقص 3 في 2 بي. دي واي على دي إكس إيش قلنا؟ نعوض مكانها في زائد إكس دي في على دي إكس. هاي الفي تنتقل للطرف الآخر، اللي شو يصير؟ يصير ناقص. نريد نوحد المقامات، شوف هنا نريد نوحد المقامات، لازم الفي هاي وحدها نضربها بالمقام لأنها هي مقام واحد، فناقص في، في 2 في يصير ناقص 2 في تربيع، وناقص في، في زائد 3 فصير ناقص في، وعندك 2 منها موجودة عندك ناقص 3 في، وناقص 3 في يصير ناقص 6 لأن هاي ناقص 3 في أصلا موجودة، ومن ضربت الناقص في في زائد 3 صارت ناقص 3 في وناقص 3 في ناقص 6 في، وعندك ناقص 2 في تربيع اللي هاي والمقام هذا. اجى هنا عادي بسط المقام، يعني فصل، وصل الى مرحله انه يقدر يسوي فصل المتغيرات، فصل المتغيرات واجى قال تكامل الطرفين، هذا المقام مالته موجود لين، وهذا ايضا مقام المشتقه مالته شنو جوا؟ ناقص 6 ناقص 4 في، 2 في موجوده وزائد 3 موجود، نحتاج بس نضربه في 2 عمود يساوي، فلهذا ضرب في 2 وقسم على 2 وطلع لنا المقام. من طلع لنا المقام حول للطرف الثاني، فصارت لين زائد لين، واتفقنا انه الزائد هو عمليه ضرب، معناها نقدر نحول لين زائد لين الى عمليه ضرب. هاي شوف لين اكس في هذا القوس اللي هو هاي، بس عندك هنا هاي الواحد على 2 من خواص اللين، ممكن انه اذا رقم مضروب في لين اقدر اشيله اسوي اس، وهذا هاي خواص اللوغاريتمات، فسويته. وبما انه هي عمليه جمع صارت عمليه ضرب، اضربها في اكسبونيشن على مود خلص من اللين، ويبقى هذه المعادله. هذه مثاليا طبعا، ان انا اني حال بعد اكو امثله كثيره انا حالها، تبسط لك الموضوع وتوضح لك اكثر من فكره، تقدر حضرتك ترجع لها، ونقدر من خلال الكلاس روم اذا عندك اي سؤال. هذه هي طريقتين، بعد طبعا عندنا اكثر من طريقه احنا نوضحها على مود اذا عندكم اسئله، او نتابع من خلال الكلاس روم ان شاء الله بالمستقبل. شكرا جزيلا.